وينضم إلينا مراسلونا من عمان أسامة بليبلي، ومن إربد ضرار غنام، ومن الزرقاء محمد أبو علوان. أهلا بكم. أبدأ معك أسامة، يعني كم بلغت نسبة الاقتراع في غرفة تجارة عمان، وكم كان عدد المشاركين في هذه الانتخابات، وهل تم رصد أي ملاحظات؟ نعم مهند، بالفعل يعني عند الساعة 7 بالتمام تم إغلاق جميع أبواب الغرف المؤدية إلى غرف الاقتراع للناخبين، وكان هنالك مباشرة العمل في عملية الفرز للناخبين وعدد الأصوات وما شابه ذلك. نسبة الاقتراع وصلت هنا في العاصمة عمان إلى 31% بمشاركة قدرت بحوالي 5000 وما يزيد عن 600 مقترع من أصل 18000 ناخب يحق له التصويت. للحديث أكثر طبعا حول الإجراءات وكيف كانت منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه الساعة، ينضم إلي السيد مأمون أبو حفيظة، وهو رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب في غرفة تجارة عمان. مساء الخير لك، يعطيك العافية. حبيبي الله يعطيكم العافية. سيد مأمون، يعني عندما نتحدث عن 31% نسبة الاقتراع حتى هذه الساعة، لكن كان هنالك حديث بأن من يمتلك أوراق يمكن له أن الإدلاء بصوته، هل رصدتم أي شيء من هذا القبيل؟ طبعا كانت عملية الانتخاب من الساعة 8 مساء صباحا عفوا إلى 7 مساء، وكان هناك طبعا انسياب متزايد في موضوع الاقتراع. كانت الأمور ميسرة جدا، وهناك طبعا تعدد بقاعات الاقتراع، وكانت الإجراءات سلسة جدا في موضوع كمان تسليم مركز تسليم البطاقات. كان هناك إجراء في تحسين ما كان عليه بالسابق بالدورة السابقة بالانتخابات، فكانت الأمور يعني مهيئة بشكل عالي جدا لتبسيط الإجراء فيما يتعلق بالناخب للوصول إلى قاعات الاقتراع. فطبعا بعد الساعة 7 مساء الآن بدأت عملية الفرز الأولية لموضوع اقتراع ما تم في خلال الفترات السابقة، فإن شاء الله خلال ساعتين أو 3 ساعات راح تكون الأمور واضحة للجميع إن شاء الله بالنسبة لموضوع استخراج النتائج الحالية. نعم، اعتدنا في الانتخابات سواء كانت نقابية أو برلمانية أو حتى غرف الصناعة هنالك تمديد بالعادة يكون للوقت، لكن غرف التجارة تختلف كليا، لا يوجد تمديد، يوجد إغلاق على الموعد تحديدا. في حال كان يوجد أحد الأشخاص حصل على الأوراق وأغلقت الصناديق، هل يسمح له بالإدلاء في صوته أم تعتبر ورقة ملغية؟ حصل على الأوراق في موضوع أنه إذا كان طبعا هناك في مراجعة من قبل اللجان في موضوع الأوراق الاقتراع في سلامتها أو بطلانها، فهناك طبعا أسس ومعايير لموضوع الاطلاع على ورق الاقتراع. وطبعا هناك على علم بالنسبة للجان الاقتراع حسب التدريب اللي تم لهم يميز ما هو الصح وما هو طبعا الورق الباطل بالنسبة له. نعم بالتأكيد، لكن القصد كان أنه دخل إلى القاعة وأغلقت الصناديق، هل يحق له الاقتراع؟ طبعا سيدي، طبعا الآن الساعة 7 مساء، في حال إذا كان هناك تجمهر داخل القاعة لا يبدأ الفرز إلا بعد إدلاء الموجودين داخل القاعة بالاقتراع بالصناديق، ومن ثم بعد انتهاء وجود الناخبين يتم العمل طبعا في بدء فرز الصناديق الموجودة. نعم. فيما يتعلق في عملية التجاوز هنالك رصدنا بعض الأحاديث التي تشير إلى تجاوزات لكن كانت بسيطة وتم السيطرة عليها، هل يمكن أن نذكر ما هي هذه التجاوزات؟ العملية الانتخابية طبعا هناك حماس كبير جدا من قبل المؤازرين للناخبين، وقد يكون هناك تجاوزات هي لا تذكر بالنسبة لنا يتم معالجتها في حينه، وكانت العملية أبدا سلسة جدا فيما يتعلق من بقاعات الاقتراع، ولكن هي كانت خارجية عن مراكز الاقتراع. نعم، في تجمعهم خارج في الساحات الخارجية، وكنا طبعا نوصل رسائل بأنه هذا الموضوع يعني يجب الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، فتم السيطرة عليه. كل الشكر لك سيد مأمون أبو حفيظة. إذن مهند، كما استمعنا هذه الإجراءات التي كانت منذ صباح اليوم حتى مساء لحين إغلاق الصناديق. نعم أسامة، شكرا لك ولضيفك، ابقى معي. أنتقل مباشرة إلى إربد مع ضرار غنام. ضرار أهلا بك، يعني كيف تصف لنا الأجواء مع بدء عملية فرز الأصوات في إربد، وهل كان هناك رصد لأي ملاحظات؟ نعم مساء الخير لك زميلي، ومساء الخير لجميع مشاهدينا. في الحقيقة أبدأ من عند إذا كان هناك إشكالات داخل قاعات الفرز منذ إغلاق الصناديق ولغاية اللحظة، هناك
مناوشات ومشاجرات داخل الصناديق بين مندوبي المرشحين والعاملين في الهيئة. هناك خلافات، تم طلب أكثر من مرة رجال الأمن العام كما تشاهدون، هم الآن يدخلون إلى القاعات لفض المشاجرات التي تحدث داخل القاعات. منع الصحفيين من دخول القاعات ورصد عملية الفرز نهائيا. نسبة التصويت بلغت لغاية لحين انتهاء لحين إغلاق الصناديق 62.7%، المقارب 73%. معنا الآن دكتور زكريا بني عامر، هو من حياة راصد، ليصف لنا كيف سارت عملية الاقتراع منذ الصباح الباكر، وهل كان هناك أي إشكالات داخل القاعات؟ هل حدثت إشكاليات عملت على توقيف عملية التصويت داخل القاعات؟ مساء الخير، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. اولا اود ان اشكر يعني قناتكم على هذا اللقاء، ونوضح ما حدث خلال هذا اليوم منذ بدء عملية الانتخاب صباحا في الساعة 8:00. بداية كان هناك حالة من الفوضى في عملية تسجيل الناخبين الساعة 8:00 صباحا، وكان مشادات حادة حقيقة بين المترشحين وبين لجنة الانتخاب. كان سببها هو عدم وجود بعض الوثائق مع بعض المترشحين، وعدم وضوح التعليمات كاملة بما يخص عملية الانتخاب للتجار القادمين إلى الانتخاب. هذه المشادات استمرت أكثر من نصف ساعة، بعد ذلك استمرت عملية الانتخاب، لكن كان بشكل عام هناك حالة من يعني عدم الضبط، وكان هناك حالة من عدم الرضا من كثير من القادمين إلى الانتخاب. أول شيء في عندنا 5 صناديق، هذه 5 صناديق مقسمة إلى قطاعات. الغرف اللي فيها الانتخاب هي غرف يعني إلى حد ما صغيرة. نعم ضرار. كان عدد المترشحين والناس اللي يدخلوا إلى الغرفة كان قليل. الآن استمرت العملية حتى الساعة 7:00، تم إغلاق الصناديق الساعة 7:00 وبدأت عملية الفرز. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. نعم زميلي، هذه الصورة من محافظة إربد. منذ الصباح الباكر كان الإقبال نعم من قبل تجار إربد. نعم هذه ضرار يعني إربد. كان هناك هدوء أثناء العملية الانتخابية في عمان، لكن في إربد للأسف كان هناك بعض الملاحظات وبعض المناوشات. ابقى معي ضرار مباشرة، أنتقل إلى الزرقاء مع محمد أبو علوان. محمد، يعني كيف تسير عملية الفرز وكيف سارت عملية الانتخاب؟ نعم مهند، أنا متواجد الآن في إحدى قاعات الفرز في غرفة تجارة الزرقاء، حيث الآن يعني تجري عمليات فرز انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء. يعني كانت عملية الانتخاب هادئة نسبيا بشكل كبير، كان هنالك تنظيم عالي بالنسبة لعملية الاقتراع، وأيضا بالنسبة للمؤازرين الموجودين خارج القاعات في كراج غرفة تجارة الزرقاء. في الحقيقة يعني هنا من أصل 1268 تاجر انتخب 622 تاجر، أي بنسبة 49.5%. أيضا على ذات الصعيد في غرفة تجارة الرصيفة، والزرقاء فيها غرفتين تجاريتين، في غرفة تجارة الرصيفة يعني أيضا كانت العملية هادئة نسبيا ولم تسجل أي ملاحظات تذكر. انتهت الانتخابات بنسبة 44% نسبة التصويت، من أصل 326 انتخب 177 تاجر. طبعا هذه الانتخابات التي تم تأجيلها من الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب، والآن يعني من خلفي تجري عملية الفرز مستمرة للأعضاء المرشحين والبالغ عدد هم 15 عضو، وأيضا لقطاعين على مستوى المحافظة. مهند. نعم محمد، شكرا جزيلا لك، سنتابع معكم نتائج هذه الانتخابات بعد انتهاء عمليات الفرز وصدور النتائج الأولية. محمد أبو علوان كنت معنا من الزرقاء، شكرا جزيلا لك، وأيضا ضرار غنام من إربد شكرا لك، وأسامة بليبلي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لكم.